مضار إعادة استخدام زيت للقلي عدة مرات. هل تعتقدون مثلي أن معظم بائعي الفلافل يقلونها بالزيت نفسه طوال اليوم؟ أم ستقولون لي إنهم لا يفعلون ذلك، بل يضيفون زيتا جديدا إلى الزيت الذي يقلون به، وهذا أفضل؟ نعلم أن الزيوت سلعة غالية، ولكن هل يبرر ذلك استخدامها المتكرر في القلي على حساب صحتنا؟ تجد البكتيريا في هذا الوعاء الصغير من الزيت المقلي به والمتروك جانبا حتى إشعار آخر موطنا هانئا تستعمره وتنمو فيه، متغذية على الزيت وبقايا الطعام، حيث تشكل المطقية الوشيقية Clostridium botulinum المتبوغة أبرز هؤلاء المستعمرين، وهي مسؤولة بشكل رئيسي عن التسمم الغذائي البوتولونمي بوتيوليزم، ومن ثم تتشكل البيروكسيدات والجذور الحرة في الزيت المقلي به لتشاركها الأذى، وهذه الأخيرة ناجمة عن تحطم الزيت وتأكسده وتزنخه بعد تعرضه لدرجات حرارة عالية. يذكر أن التقليل من خطر المطية الوشيقية ممكن من خلال تبريد الزيت وتغطيته بشكل جيد. ما هي أضرار القلي المتكرر بهذا الزيت المحتوي على هذه المكونات السامة؟ بالإضافة إلى احتمال حدوث تسمم غذائي، يمكن أن تلتصق الجذور الحرة المتشكلة من عمليات تحطم الزيت أثناء القلي السابق بخلايا الجسم السليمة، مسببة أمراضا كالسرطان وتصلب الشرايين وأمراض القلب. كما ترتفع نسبة الكوليسترول منخفض الكثافة LDL كوليسترول الضار، إضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى كمرض الزهايمر والشلل الرعاشي وتحسس الحلق بسبب الاستنشاق. كم مرة إذن يمكننا إعادة القلي بنفس الزيت، وكيف يجب تخزينه؟ يفضل ألا يستخدم الزيت نفسه للقلي أكثر من مرة، بل استخدام كمية كافية في كل مرة دون إضافتها، وذلك لتقليل احتمال إعادة استخدامها. أما في حال الحاجة لإعادة الاستخدام مرة أخرى، فهذا يعتمد على نوع الزيت ودرجة الحرارة المستعملة ونوعية الطعام المقلي، إذ يجب ألا يستخدم الزيت إذا ما لوحظ تغير في اللون أو زيادة في الكثافة، وإذا احتوى على الكثير من بقايا الطعام، خاصة في حال قلي قطع اللحم المغطاة بالطحين. وإن كان الزيت نظيفا بما فيه الكفاية، فيجب استخدام مصفاة أو محارم مطبخ لتنقيته، ومن ثم يوضع في وعاء زجاجي ويغطى جيدا ويتم تبريده أو تجميده. من الممكن هنا أن يبدو عكرا في البراد أو الثلاجة، ولكنه يعود إلى وضعه الطبيعي حال إخراجه.